مساء الخير، النهارده هنعمل مع بعض شوربه المشروم النباتيه. المقادير: بصلايه كبيره متقطعه رفيع، حوالي نص كيلو مشروم متقطع رفيع، لتر شوربه خضروات، كوبايه لبن اللوز، ثمن، معلقه فلفل اسود، نص معلقه ملح، فصين ثوم مبشورين، ومعلقتين زيت ذره. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. على البوتاجاز حطيت حله صغيره، هحط فيها معلقتين زيت الذره. اول ما يبتدي يسخن الزيت هحط على طول البصلايه المتقطعه، هحط شويه ملح، شويه فلفل اسود. بعد ما البصل يتشوح بدقيقتين ثلاثه هحط دلوقتي فصين الثوم. بعد ما البصل يتشوح شويه هحط دلوقتي مشروم، هحط شويه ملح صغيرين عشان المشروم ينزل كل الميه بتاعته، واشوحه مع البصل شويه. بعد ما المشروم ابتدى ينزل الميه بتاعته وتتبخر الميه، هبتدي دلوقتي احط معلقه ونص من الدقيق. انا اسفه نسيت احطهم في المقادير، معلقه ونص من الدقيق جميع الاغراض، وهقلبه معاهم واسيبه شويه دقيق يستوي مع المشروم والبصل. بعد ما تشوح الدقيق شويه مع المشروم والبصل هحط دلوقتي عليهم لتر من شوربه الخضروات. دلوقتي هظبط الملح والفلفل والفلفل الاسود، هغطي على الحله، هسيبها لما تغلي ويستوي المشروم، وبعد كده هنرجع نشوف هنعملها ازاي مع بعض. بعد ما المشروم ابتدى يستوي دلوقتي هوطي عليه على الاخر وهضربه بالخلاط اليدوي. بعد ما ضربته بالخلاط اليدوي ابتدت تبقى ناعمه الشوربه وما يبقاش فيها اي مشروم او بصل. هسيب الشوربه لما تغلي شويه. اول ما بتبتدي الشوربه تغلي هبتدي دلوقتي اضيف كوبايه لبن اللوز. زود لبن اللوز على الشوربه علشان تزود القيمه الغذائيه بتاعتها. بعد ما الشوربه ابتدت تغلي هطفي عليها وهنشوف هنقدمها ازاي مع بعض. وده الشكل النهائي بتاع شوربة المشروم، بتطلع جميلة جدا وقيمتها الغذائية عالية جدا. ان شاء الله الطريقة تعجبكم وجربوها. الى اللقاء.